مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة العربية السعودية، حيث نشرت الجريدة الرسمية السعودية قرار المملكة الرسمي بتغيير وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة بخطوة رئيسية لطرح عام مبدئي، وذلك ابتداء من أول كانون الثاني. وفقا للصحيفة بيبلغ رأس مال الشركة 16 مليار دولار ومقسم إلى 200 مليار سهم له حق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية. كما وأنه رح يتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من 11 عضو يشكل لمدة 3 سنوات، وبيكون للمجلس الحق بإدراج الشركة بالأسواق المحلية والدولية. من المملكة العربية السعودية ننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث فرضت هيئة تنظيم القطاع المصرفي غرامة مالية على سيتي بانك بقيمة 70 مليون دولار، وذلك بعد فشله بمعالجة بعض الثغرات بسياسته لمكافحة غسل الأموال. ومننهي من شركة توشيبا يلي عم تستعد لبيع شركة تيب على إلها ويستينغ هاوس إلكتريك للطاقة النووية إلى شركة كندية بصفقة بتبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أنه سبق وحذرت توشيبا من أنه الخسائر بالوحدة التابعة إلها عم تعرقل قدرتها على الاستمرار. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم نهار الاثنين.